غادي نبداو ان شاء الله. اذا خصك الثوب واللواط باش تجي واقفه، وشي دونتيل باش تزوقي، وكذلك شي سلسله تكون صحيحه. وهاد بالنسبه للبلاستيك انا بغيت نستعملها للخبز، اذا بغيت باش يبقى لي الخبز طري ورطب. اذا نتوما تقدروا تستغناو عليها الا ما كنتوش غادي ديروها للخبز، صافي. اذا هذا اختياري، اذا غادي نبداو ان شاء الله. عندكم الاختيار اما ديروا شي شبيكه صغيره اما كبيره، نتوما عندكم الاختيار. انا بالنسبه للحجم ديالي اللي غادي نعطيكم ديال الشبكه، غادي ندير فيها 50 سنتيمتر على 50، وواحد القطعه غادي تجي من الفوق. اذا هذيك غادي تكون فيها السنسله، اذا خصنا نلقاو لها البلاصه باش تخيط. دائما هذا العدد اللي درتيه نتوما غادي تزيدوا له 2 سنتيمتر، لان واحد سنتيمتر غادي تخيط من هنا وواحد غادي تخيط من هنا للسنسله اللي غادي تجي من هنا. يعني باش يصلح لي في التصوير، اذا هنا عندي مربع ديال 50 سنتيمتر على 50، هانتوما تنيتو على 4 بهذا الشكل باش تشوفوه. وهنا درت 25 سنتيمتر، وهنا 25 سنتيمتر، اذا المجموع ديالها 50 سنتيمتر. انا باش تعرفوني شنو درت، اذا هنا فين غادي تخيط لي السنسله، اذا درت لها 26 سنتيمتر، وهنا في نفس الحجم اذا 50 سنتيمتر هي 25 سنتيمتر، لان هذا الشيء راه مبني على جوج بهذا الشكل هكذا. صافي، اذا غادي نديروا اللواط هو الاول. حتى باش غادي ندير، غادي ناخذ واحد القطعه ديال اللواط. اذا هنا فصلت اللواط شويه كبير عليه، غادي نمشي نخيطو نوجدو، وكذلك غادي نوجد القطع الاخرى هادو اللي غادي تخيط فيهم السنسله. دابا وجدت العمل ديالي بهذا الشكل هكذا، اذا خيطت لهم اللواط من هنا مفيني مزيان. علاش؟ باش هاد البلاصه هي اللي غادي تجي من الداخل، وهذه هي اللي تجي باينه في الواجهه. دابا شنو غادي ندير، غادي نمشي نخيط لهم البلاستيك من هنا. علاش ما خيطتش معاهم البلاستيك من الاول؟ علاش؟ لان هاد التقيبات غادي يبقى يتقبهم لي الماكينه، وغادي يضيع ليا يبقى يطيروا ليا دوك البلاستيكات. اذا من هنا غادي نديرها كلها قطعه واحده، وحتى الا مشات تهلكات غادي نقطعها وما نلقاش مشكله من بعد. صافي، اذا من هنا غادي ندير داك البلاستيك، غادي نخيطهم للجوانب، وعاد غادي نمونطي لها السنسله من هنا، غادي نسرجيها ولين حتى ندير لها البلاستيك ديالها. اذا من بعد ما خيطناها حصلنا على 50 سنتيمتر، اذا قدت هذيك القطعه اللي غادي نديرو لتحت. اذا هنا هاد المسافه اللي غادي تاخذوا هنا هي العلو ديالها، يعني نتوما اختاروا العبار اللي بغيتي، وانا درت فيها 10 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا. اذا 10 على 10 مربع. اذا العمليه اللي غادي ندير دابا خصني ندوز الخياطه من هنا، غادي ندور بهم كاملين. صافي، من بعد ما خيطتهم قطعت، خليت سنتيم قطعت، اذا هكذا غادي تقطعي من هنا وتخلي ديك البلاصه اللي خيطتي مزيانه. دابا هاد العمليه غادي ديريها نفسها بالنسبه لهذه ديال السلسله، اذا غادي تجي تعبري هنا 10 سنتيمتر وديري نفس العمليه اللي درنا دابا. صافي، صافي وجدت القطع ديالي بجوج، ودرت لهم كذلك البيين من الجنب باش ما يخرجش داك التشنتيف، لانها مباشره غادي تكون مع داك داكشي اللي غادي تحطي في وسطها. هاد السله قد هاد السله مباشره هكذا، يعني ديال التحت وديال الفوق. اذا غنوجد الدونتيل وعاد غادي نشارك ما بيناتهم. صافي، من بعد ما خيطتهم، اذا واحد البليات بعد
دابا غادي ندوزها له من هنا من هاد الجهه، بحيث منين يتقلب ليا بهذا الشكل يعطيني واحد التفرفير اللي غادي جاي من التحت. صافي، اذا من هذا اللي غادي نخيطه من هاد البلاصه اللي فيها السنسله. اذا غادي تمشي هكذا وغادي تدوزيها كلها معاها. اذا غادي ندور بها كلها. صافي، خيطت لها كلها، درت بها بهذا الشكل هكذا. وغادي نجيب هادي وغادي نقلبها، غادي نثبتها في وسطها بحيث المربع وهذوك القنات يجيو القنت مع القنت، يعني هادو يجيو مع هادو، وهذه كذلك تجي مع هذه. اذا بوسطها تلبسيها بوسطها، والسنسله خاصها تكون عندك لداخل، يعني ما تكونش خارجه من هنا، باش منين تكوني تتخيطي من هنا اللي غادي نحلوها باش نقلبوها. صافي، اذا غادي نثبتها مزيان. اذا هاد القناه يجي وحده مع وحده، تمشي كذلك مع هذه مع وحده مع وحده، وهذا الشيء كل شيء يدخل لداخل. صافي، اذا غادي ندير كذلك واحد الفنتال من هنا. صافي، اذا نلبسها بهذه الطريقه، وغادي نفني هذا الشيء اللي باقي لي هنا ديال داك الدونتيل، غادي نقطعو. دابا بالنسبه للخياطه غادي نقلبها عاوتاني على الجهه الاخرى بهذا الشكل هكذا. علاش؟ باش تجيني هاد البلاصه اللي كنت نخدم فيها هذاك التفرفير، يعني تتكون مجبده واحد شويه معكس هذه اللي ما درتي فيها حتى شي حاجه. اذا من الجهه الاخرى هاد البلاصه هي اللي تكون عندي في السنان ديال الماكينه لتحت، ومن هنا اللي غادي تكون الخياطه ديالي مسقده بهذا الشكل. اذا منين نجي نحطها فوق الماكينه هكذا، غادي نخيط من هنا في البلاصه اللي فيها هذا الطونطي، اذا بهذا الشكل هكذا. اذا غادي ندور بها بالخياطه، وهنا منين نبقى نوصل لهادو وحده نديها لديك الجهه البيي، وواحد غادي نعسو من هنا باش يتفرق ليا الغلط. اذا هاد العمليه سهله، اذا ندور بها كلها بالخياطه ونرجع عندكم. اذا بالنسبه للخياطه راه سهله، اذا تسوق فيها هكذا وتتبقى تخيطي حتى توصلي للقنت عاوتاني. اذا من بعد ما تخيطيها من هنا، ندوري معاها بالخياطه، غادي تقلبيها من هنا وغادي تحلي السنسله وغادي تقلب. اذا دابا عاد غادي نفني لهداك الدونتيل، ما بغيتش نفنيه في الاول لان هاد القطعه كانت مفارقه مع هادي وما عرفتش فين غادي تجي باش ما تجينيش باينه العيب. اذا حتى لدابا عاد غادي نفنيها مزيان باش يجي شكلها ما باينش مناش تبدات. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. اذا تجي بهذا الشكل هكذا، وهنا العلو شوفوا اللي بغيتي وديروه، العلو اللي بغيتي وديروه نتوما، وكذلك الحجم. ومن الظهر تجي بهذا الشكل هكذا، وبامكانكم تنيوها للداخل. اذا غادي نوريكم الشكل كيفاش تنيوها للداخل. اذا بهذه الطريقه تكونوا غادي تستعملوها بجوج استعمالات، وهنا تقدروا ديروا لها اليدين من هنا وكذلك من هنا. تقدروا ما ديروش فيها البلاستيك، غادي نوريكم واحد النموذج ما دايرهاش فيه انا البلاستيك، غادي نحلها لكم من الوسط. اذا درت فيها هذاك المنديل فاش نجمع الخبز، درت له غير هكذا وهنا باش ندير الخبز، ومن بعد غادي ندخلها في وسطو. اذا تيجي داك البلاستيك بهذا الشكل كامل الداخل. تقدروا نتوما كذلك ما ديروش البلاستيك، ديروها مباشره. اذا هذه خدمتها بلا ما درتلاش البلاستيك من الوسط، وبنفس الطريقه كذلك خدمتها، انما ما جاتش واقفه بحال هذيك اللي عندها البلاستيك من الداخل، لانني استعملت هاد الثوب نيت فيه اللواط وفيه كلشي. اذا غادي نحل لكم من الوسط باش تعرفوا. وهنا درت لها هذه، ما درتهاش لهذاك النموذج اللي درتها لكم، ومن الوسط دايره هكذا لان الثوب ديالها اصلا ملبس باللواط. وهنا ما قطعتهم لهاش، درتهم غير بالجنب هكذا، نعستهم في الجوانب، يعني هذا نعستو لهنا وهذا كذلك لهنا. تنتمنى تكون عجبتكم وتجربوها كذلك نتوما، وديروا الحجم اللي بغيتيو. مع السلامة.